بدأت صباح اليوم في نواكشوط فعاليته الدورة 61 غير العادية لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال. يشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم حاصلة عمل المنظمة وآفاق عملها في الفترة المتبقية من السنة الجارية. الدورة الطارئة لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال تبحث في نواكشوط جديد الملفات العالقة في أروقة المنظمة، وتستعرض جملة المشاريع التنموية المشتركة التي عملت الدول الأعضاء على بلورتها وتبنتها في الفترات الأخيرة ضمن المقاربة التشاورية التشاركية المتفق عليها بين بلادنا وجمهوريات السنغال ومالي وغينيا كوناكري. رئيس مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال السيد محمد العبد الفتاح وزير البترول والطاقة والمعادن أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقييم حاصلة العمل المشترك الذي قامت به المنظمة وتقديم مقترحات وبرامج تخدم الشراكة المستقبلية بين الدول الأعضاء. وبين السيد الوزير أن هذه الدورة الطارئة ستركز على الملفات الأهم والتي في مقدمتها شركة سيماف التي أنشئت حديثا وما ستساهم به هذه المؤسسة في تعزيز قدرات المنظمة، مذكرا بنجاح المنظمة في مواجهة كل التحديات. وأضاف وزير البترول والطاقة والمعادن أن ضمان مستقبل واعد لمنظمة استثمار نهر السنغال يعني للدول الأعضاء إقامة المزيد من البنى الإنتاجية في مجالات الطاقة والبيئة والأمن الغذائي والتبادل التجاري. أما وزير التجهيز والنقل فقد تحدث بالمناسبة عن أهمية ودور هذه المنظمة في تدعيم الاندماج المثالي بين حكومات وشعوب الدول الأعضاء. كما تعلمون فإن مدينة نواكشوط مرتبطة بشكل كبير بتاريخ منظمة استثمار نهر السنغال، ففي مارس 1972 وضع رؤساء دولنا وحكوماتنا في نواكشوط الخطوات العملية المصاحبة لإنشاء منظمتنا. وبعد أكثر من 40 سنة من تلك اللحظة التاريخية ها نحن نجتمع في نفس المدينة لإلقاء نظرة على المسار المشرف الذي قطعناه معا بكل فخر، ولوضع المعالم على طريق التحديات التي تواجهنا من أجل تدعيم اندماجنا المثالي أصلا، وذلك خدمة لشعوبنا. المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال السيد كابيني كومارا قدم عرضا بين فيه أهم المشاريع المنجزة من طرف المنظمة والأخرى التي هي قيد الإنجاز، منوها بالثقة التي تحظى بها منظمة استثمار نهر السنغال من طرف جميع شركائها في التنمية. نلفت